اهلا بكم ابناء الاعزاء، طلاب الصف الاول الاعدادي. ان شاء الله النهارده مع بعض هنحل الامتحان العاشر للمنوفيه جبرنريت من الجبرة. السؤال الاول بيقول if the order of the median for a set of values is 4 then the number of values equal a. طبعا هو ترتيبه 4، ادي 4، نمبر 4 ده لازم يكون قبل منه 3 وبعد منه 3، وهو 1 اللي هو ترتيبه الرابع، يبقى في قبل منه 3 وهو 1 و A وبعد منه 3 بلس 1 بلس 3 تبقى 7، يبقى هو كده ايه عدد الفاليوز الاعداد 7. if the arithmetic mean of 8 7 5 9 4 3 k بلس 4 equal 6 mean equal 6، يبقى عندي 8 بلس 7 بلس 5 بلس 9 بلس 4 بلس 3 بلس كي بلس 4. كي بلس 4 ده عدد واحد، يبقى 1 2 3 4 5 6 7، دول عددهم 7، يبقى over 7 equal mean equal 6. نجمع دول كلهم 8 بلس 7 15 بلس 5 20 29 29 33 36 40، يبقى 40 بلس كي اوفر 7. طبعا بدل من اوفر 7 اقول 7 تايم 6 ايكوال 42، يبقى كي ايكوال 42 ماينس 40 equal 2، يبقى كي كده equal 2. سؤال بقى كده بيقول لي x over 3 minus 4 equal 6، يبقى x over 3 هتبقى equal 6 plus 4 equal 10، يبقى x كده هتكون equal a 10 times 3، 10 times 3 equal 30، يبقى الإجابة عندي 30. تمام، عرفت x، بقى كده هو عايز x over 3 plus 2 over 3، x over 3 يبقى 30 over 3 plus 2 over 3، يبقى على طول هتبقى 32 over 3، والسؤال ده اتكرر في الامتحانات قبل كده. السؤال بقى بيقول لي if the arithmetic term x to power k y to power 2 of third degree، يبقى k equal a. احنا عارفين ان الباور بتاع الترم ايه، بنجمع الباورز على بعض، يبقى هنا في 2 و a 2 بلس مين تديني 3 2 بلس 1، يبقى k هنا لازم equal a equal 1. the median of the middle term of the expression 2x minus 2 5y square. طبعا الميدل تيرم هنا في الطريقه السريعه، ممكن افك وممكن اجيب الطريقه السريعه بتاعتها. الطريقه السريعه بعمل ايه؟ فيرست تايم سكند تايمز 2، يبقى 2x تايمز 5x هتبقى 10x تايمز 2 تبقى ايه؟ تبقى 20x 20x y 20x y، وخلي بالي معايا الاشاره هنا الساين بتاعتنا نيجاتيف، يبقى نكتبها تاني 2 تايمز 2x times negative 5y، هو ده الميدل، يبقى دور على بعض كده 20xy والساين عندي ايه نيجاتيف، يبقى نيجاتيف 20xy. بعد كده بيقول لي x square plus x divided by x، يبقى x square divided by x equal x و x divided by x equal 1، يبقى x plus 1 اللي هي ايه الأخيرة. نروح بعد كده للسؤال اللي بعده. complete each of the following 24x to power 4 y to power 6 equal 6 x square y to power 3 times this base. طبعا لو اللي بعد multiplication sign missing بنعمل ايه؟ بنعمل divided by. هنا هعمل mean divided by mean 24x to power 4 y to power 6 divided by lower 24 divided by 6 equal 4، كده x to power 4 divided by x to power 2 تبقى x to power 2، كده y to power 6 divided by y to power 3 تبقى y to power 3. خلي بالنا في divided by بنعمل subtract للباور.
بكذا the remainder of subtracting negative 3x from 2x يعني معناها 2x minus negative 3x كده هتبقى 2x plus 3x كده على بعض 5x. سؤال بعد كده بيقول لي x minus 3 times its base equal x square minus 9. احنا دي الفكرة خدناها كتير، قلنا لما بيكون في تو براكتس شبه بعض ومختلفين في الساين بيديني سكوير اوف فيرست ماينس سكوير اوف سكند، ما هي اكس سكوير دي سكوير اوف اكس و9 دي سكوير اوف 3، يبقى هنا على طول لازم القوس الثاني ده هيكون اكس بلس ايه بلس 3. كذا راشونال نمبر which hasn't multiplicative inverse is اللي ملهوش multiplicative inverse طبعا ايه زيرو. باك 20% ماينس negative fifths absolute value of negative fifths 20% ممكن اكتبها 1/5. 20% هي نفسها 1/5 ازاي؟ at 20/100 هعمل simplify 0 ده راح مع ده divided by 2 هنا 1 divided by 2 هنا ايه 5 يبقى fifths. والabsolute value بيخلي النيجاتيف تبقى positive يبقى minus فيفس، يبقى نيجاتيف فيفس ماينس فيفس طبعا على طول ايكوال ايه زيرو. سؤال التالت يوز ديستريبيوشن بروبرتي تو فايند ذا فاليو 5/7 × 8 + 5/7 × 5 + 5/7 الاخيره دي ما فيش تايمز جنبها دي كانها ايه تايمز 1. نبدأ نحل، هناخد 5/7 هايست كومن فاكتور تايمز نشطبها من هنا يبقى بقى 8، بقى بلس نشطبها من هنا يبقى بقى معايا 5 ونشطبها من هنا يبقى بقى معايا ايه 1، يبقى هتبقى 5/7 دول كده مجموعهم 14. 7 ÷ 7 = 1 و 14 ÷ 7 = 2 5 × 2 = 10. خلص حل السؤال ده كده معانا. نروح للسؤال اللي بعده بيقول لي if x minus 2/x + 3 = 0 find the 3 rational number lies between 1/x and 2/1/x 2/1+x طبعا ده equal 0. هو مدخل لي ايه موضوعات كتير في بعض، ده equal 0 يبقى x minus 2 = 0 اللي فوق هو اللي equal 0 يبقى x كده هتبقى equal ايه equal 2 يبقى 2 rational number دول واحد هيبقى 1/2 والتاني هيبقى 2/3. منين 3؟ عشان x ب 2 يبقى 1 + 2 = 3 كده عايز ال rational عايز 3 rational number between ايه half و 2/3 half ده اهو واد ايه 2/3 اهو. هنعمل common denominator 6 هنا و 6 هنا، هنا 2 times 1 equals 6 3 3 times 1 equals 3 هنا 3 times 1 equals 6 2 2 times 2 equals 4 بعد كده هعمل times 4 هنا و times 4 هنا times 4 هنا تبقى 24 و 3 times 4 12 وهنا 24 و 4 times 4 equals 16 يبقى 3 rational اللي بينهم 13/24 14/24 15/24 وبكده يكون خلصنا حل السؤال ده. نروح للسؤال اللي بعده يقول لي if x equal half y equal negative 2/3 z equal 2 find y minus z over x. الأول أجيب y minus z بعد كده أعمل divided by x add y هعملها بالشكل ده y minus z بعد كده divided by x تمام ونشيل x ونحط y نحط بدل قيمتها يبقى negative 2/3 minus z اللي هي ايه 2 بين قوسين وبعد كده divided by x اللي هي half negative 2/3 minus 2 اعمل common denominator add 3 وهنا negative 2 minus هنا 3
اعتبر دي كأنه over 1 3 divided by 1 equal 3 3 times 2 equal 6 divided by حخليها times ودي تبقى 2 over 1 أو 2 كده بالشكل ده. اللي بين القوسين حيبقى ايه negative 2 over 3 وهنا negative 6 over 3 تبقى negative 9 over 3 times 2 تبقى كده negative 18 over 3. وبكده يكون خلصنا حل السؤال بتاعنا. نروح للسؤال اللي بعده. بيقول لي factorize by identifying HCF أو highest common factor 3A times A minus 2B minus 6B times A minus 2B. بعد كده عايز حاجات تاني كمان. بعد كده نشوف الطلب الأول بتاعنا. هناخد هنا الهايست كومن فاكتور عندي الاول الاي ماينس 2 بي ده هايست كومن فاكتور وثاني وهنا في 3 وهنا 6 يبقى الهايست كومن فاكتور بتاعهم ايه 3 يبقى 3 وهنا اي ماينس 2 بي ونفتح قوس بعد كده 3 اي ديفايد باي 3 هيبقى معايا اي وهنا اي بعد كده وهنا 3 ديفايد باي 3 وطبعا 1 و a minus 2b divided by a minus 2b equal 1 كده minus هنا 6b divided by 3 تبقى a 2b وال a minus 2b divided by ده يدين a minus 2b كده يبقى كده الشكل النهائي بتاع السؤال 3 times a minus 2b times a minus 2b. هنا بيقول a minus 2b ده equal القيمة دي absolute value of a negative 3 absolute value of negative 3 يعني 3 خلاص يبقى 3 أشيل A minus 2B وحط بدالها A third times third times ودي برضه هي نفسها يبقى times third 3 divided by 3 هنا 1 وهنا 3 divided by 3 1 يبقى 1 times third equal third يبقى الإجابة عندي النهائية equal A third. امتحان ده غير شوية معلش نحاول نسمعه كذا مرة ونركز كويس فيه. السؤال بعد كده بيقول لي find the quotient of the following عايز يعمل divided by الاكسبريشن الكبير ده هنا 2a to power 2 minus 4a plus 3 وهنا ده محتاج ارتبه الاول يبقى حبدا الاول ب 6a to power 3 minus 10a to power 2 يبقى كده بلس 5A بلس 3 نبدأ الأول 6A to power 3 divided by 2A to power 2 تبقى 3A 3A أعملها multiply لفوق 3A times 2A to power 6 تبقى 6A to power 3 3A times 4A تبقى negative 12A square يبقى 3A times 3 تبقى 9A نعمل subtract وهنغير الساين هنا minus وهنا plus وهنا minus دول هيروحوا مع بعض وهنا negative 10A square plus 12A square تبقى 2A square وهنا positive 5A ونegative 9A تبقى A negative 4A بكده plus 3 2A square divided by 2A square الناحية دي هنا تبقى A equal 1 1 times اللي فوق 1 times 2A square تبقى 2A square بعد كده minus 1 times 4A يبقى 4A بعد كده plus 1 times 3 3 نغير الساين هنا دي تبقى negative دي تبقى positive دي تبقى negative نجمع ده هيروح مع ده وده مع ده وده مع ده يبقى كده A الإجابة عندي 3A plus 1 وكده خلص حل السؤال ده divided by. السؤال اللي بعده multiply برضو سؤال ايه غيرت شوية ومحتاج شغل نبص مع بعض ونركز كويس. انا ممكن احله بالطريقة ايه بتاعت ان اعمل multiply 6x في الورا وبعد كده negative 2y في الورا واجمع
نبدأ مع بعض. 6x times x يبقى 6x square. 6x times 5y تبقى 30xy. بكده negative 2y times x تبقى negative 2xy. بكده negative 2y times 5y تبقى negative 10y square. هنجمع الاثنين دول مع بعض وكده يكون سؤالنا خلص. يبقى 6x square هنا 30xy minus 2xy يبقى على بعض positive 28xy minus 10y square. وبكده يكون خلص السؤال بتاعنا. وبكده يكون خلصنا امتحاننا، وشكرا لكم وإلى اللقاء في امتحان قادم إن شاء الله.